بنصدر، ويمكن بنستورد ب10 اضعاف القيمه اللي بنصدر بيها او ب6 اضعاف القيمه اللي بنصدر بيها تحديدا. عندنا كمان اشكاليه ان حتى التوقعات المستقبليه بتقول ان احنا في مصر معدل التصدير هيزيد، بس معدل الاستيراد هيزيد اكتر من معدل التصدير، فبالتالي العجز هيزيد برضه. ولو افترضنا ان المليار دولار دواء اللي بيصدره الاردن ضربنا في 8، يعني 8 مليار جنيه مصري، وان احنا في مصر هنا حجم تجاره الدواء في مصر حسب اخر احصائيات 36 مليار جنيه، يعني 8 من 36 مليار، يعني يمثل تقريبا الربع تقريبا. فالاردن بتصدر ربع كل ما نملكه من دواء مصر. المملكة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عمرها من عمر أقدم مصنع دواء في مصر، اللي هو المصنع الأول اللي أنشئ في مصر كان في الثلاثينات سنة 38، وتابعه مصنع آخر في سنة 40، وديت مصانع تابعة للقطاع الأعمال المصري، دواء المصري. ومع ذلك انهارت أو على وشك انهيار صناعة الدواء المصري وخروجها من السوق. ولنا في صناعة الغزل والنسيج مثال، احنا فين صناعة الغزل والنسيج دلوقتي؟ خرجت من السوق، وبالتالي لو بقي الحال على ما هو عليه سيخرج صناعة الدواء من السوق المحلي كما خرجت صناعة الغزل والنسيج. الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتبيع ب4 مليار جنيه سنوي، في حين ان نسبه ان ربحيتها 2 مليون جنيه، ودي مصيبه كبيره. لما راس مال، لما يكون نشاط ب 4 مليار جنيه سنويا ويبقى ربحيه 2 مليون جنيه، هناك خطا. حجم العماله في هذه المصانع 25 الف عامل بيتقاضوا 1.2 مليون مليون جنيه سنويا، مليار و200 مليون جنيه. بالنسبه للاف دي اي كمؤسسه او كاداره تابعه لوزاره الصحه بره، بتتكون من مكتبين زائد ست مراكز. المكتبين، مكتب رئيس الـ FDA، والمكتب الثاني مكتب الشؤون القانونية اللي بنسميه Regulatory Affairs، ده المسؤول عن المتابعة والتفتيش. ده بيفتش على الـ FDA نفسها، بيفتش على الإدارة نفسها في أمريكا. زائد كمان ليه حوالي أكتر من 11 ألف مفتش بيفتشوا على مصانع الأغذية ومصانع الأدوية في أمريكا. بالنسبة للمراكز بتاعتها، في مركز للدواء، في مركز للبيولوجيكس اللي هي التطعيمات والمستحضرات اللي هي الحيوية، في مركز للأجهزة الطبية الميديكال ديفايسز، خلاص بيراقب كل الأجهزة الطبية المستخدمة من أول بقى السرنجات وأجهزة الضغط وأجهزة السكر، كل الأجهزة الطبية في امريكا والمتداوله في امريكا لازم تشرف عليها منظمه الاف دي اي. في الطب البيطري والادويه والاكل بتاع الحيوانات برضو بتشرف عليه الاف دي اي. المكملات الغذائيه تمام بتشرف عليها الاف دي اي. فالاف دي اي دي منظمه واداره هامه جدا في امريكا، ويا ريت احنا يعني الهيئه اللي احنا ان شاء الله بنتكلم بصددها، الهيئه المصريه باذن الله يعني تكون شبيهه ليها، نحاول نجيب القوانين اللي هي بتتعامل بيها الاف دي اي، ونحاول نقلد الاف دي اي. احنا لو ما قارناش نفسنا بالاحسن عمرنا ما هنتطور.